مساء الخير. عجقة سير خصوصاً بهالأيام، عجقة أعياد وزمامير وطرقات مسكرة وتعصيب، هيدا وضع السير بلبنان وبأكتر البلدان، وكلنا منتمنى أنه يكون في سيارة بتطير. منحب نطمنكن أنه تمكن علماء التكنولوجيا بهولندا من اختراع سيارة بتشبه طيارة الهليكوبتر، بتمشي على 3 دواليب وإلى جوانح بيفتحوا وقت العجقة وبيوصلوا الراكب بأسرع وقت وسموها جيوكوبتر. معقول نصير نشوف هالجيوكوبتر على طرقات لبنان؟ بالعودة لطقسنا، أجواء شتوية مستقرة مسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حرارة منخفضة بالليل معتدلة خلال النهار، رطوبة منخفضة، الهواء متوسط السرعة على البحر خفيف ارتفاع الموج وحرارة 119 درجة. الليل طقسنا بلبنان غائم مع استقرار بدرجات الحرارة اللي عم بتسجل على الساحل 6 درجات. لبكرة طقسنا قليل الغيوم وبقاء درجات الحرارة معتدلة على حالة بتتراوح ببيروت بين 6 بالليل و19 وبين 6 بالليل و19 خلال النهار، ومجموع المتساقطات ببيروت لهيدا العام ابتداء من شهر ايلول لتاريخ اليوم هي 210.2، السنة الماضية 317.6 والمعدل العام 246، ومنبقى هلا بجولة على درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، ومنروح سوا إلى شمال لبنان حيث عم بتسجل درجات الحرارة -4 بشمال، جبال 11، برمان 11، بيروت 6، صيدا 10، صور 11، بنت جبال 3، نبطية 5، راشية 5، زحلة كمان -3 درجات، بعلبك 8 تحت الصفر، والهرمل 3. الرطوبة بتتراوح بين 40 و65%، حرارة سطح الماء 19 درجة، وسرعة الرياح بين 8 و25 كم/ساعة، رياح جنوبية شرقية. كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ خلينا نشوف سوا. لليل رح توصل درجات الحرارة للستة أقصاها 19، بكرة الطقس كتير حلو فيكن تعملوا سكي وبتتراوح درجات الحرارة بين 6 و19، والسبت كمان الطقس حلو وبين 6 و20، ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. بغداد 4، الكويت 7، دمشق 3 تحت الصفر، تونس 10، طرابلس 9، والقاهرة 7، وأخيراً باريس 2، وروما 6. وهيدا كان كل شيء. باي.